سلام على فخامة الشعب الجزائري العظيم الزلف اللون. نجيب عزيزنا كنت ما نقول انا اقول لك باش ياخذوا احتياطاتهم لا ما نقولش انا نعرف منين نجيبها نعرف وين راها موجوده نعرف منين نجيبها عارف المكان الاماكن مش المكان الاماكن بلدان في بلدان ما نقدرش نزيدش نسال لا لا لان امور تتطلب نوع من السريه لا المتحرين ولا 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 ولا, ولا, ولا. المهم انا التزم يلعب الشعر شحال قيمتها 10 ملايير 5 ملايير 20 ملايير لا نتكلم على دولار طبعا 10 ملايير دولار يحصل له 10 ملايير دولار يا لطيف كثر شحال ما نقولش ما نقولش توصل 50 مليار دولار ما نعطيك حتى رقم اسمح لي اسمح لي انا في حصه انا صحفي نسال دابا اختار رايي اليوم اولا باش نحسبها بدقه شربوا عليها قرعه ويسكي هذه تعاود تلبط الصفقات تعاود تلبط الشيء المشتريات في الخارج تعاود التحويلات اللي ندار بصفه قانونيه وغير قانونيه بين قوسين وغير قانونيه و و و و و من غير ضربت لي صفيره يعني 10 ملايير باللي كثر يعني 10 ملايير اكثر من 20 ملايير دولار هل ردوا لكم الاموال المنهوبه والله مازال بس دقيقة استناو دقيقة نوريك الخطة نتاعي انا باش غيوري لك هو الخطة تاعو دوكا هذي خليها عندي انا شوف مجرد ما نعطيك الخطة يتأقلموا معاها ويسيبوا لك كود الخطة غالو الباكيت بصح شين قريحة واش داير لكم؟ اه شنقريحة وعيون الصقر وكذا واش دار لكم دار لكم قانون الماليه هاي كونتر الخطه والخطه والكونتر الخطه داروها لكم في قانون الماليه جديد على نقول داروها لكم انتوما لانه الاحرار اللي مازالوا في الشارع ورايحين يخرجوا للشارع حتى تنحى الطغمه العسكريه اللي تحط امثال هؤلاء يرأس الجزائر في مستوى ما عندوش مستوى تاع رئيس بلدية الأحرار على بالهم ما عندهم يستناو حتى شيء من عند هذا ما يستناو حتى شيء من عند هذا الأمثال مثل النوعية التي جعلت من الجزائر البلد الذي يمكن أنه يقود على الأقل البحر المتوسط جعلت منه أضحوكة قانون المالية الجديد هو خطة استرجاع الأموال صح ميشيل من هوبا أموالكم يقعر لك جيبك يا أبو صبع أزرق يا اللي دافعت على أمثال هذه أقسم بالله العلي العظيم ما يحصل اليوم في تمديد الحراك وفي تمديد هذه العصبة العصابة اللي قاعد مازال تحكم الجزائر ما هو إلا جزاء من رب العالمين لأمثالكم لأمثال من جعل هذا العصابة زيد تعيش باش يوريولكم الويل 30,000 3,000 زايدة في الليتر تاع الليسونس 5,000 زايدة في الليتر 5,000 زايدة في الليتر تاع الديازال في الوقت اللي الليسونس والديازال يهبط في في في, في البلدان الأخرى لأنه سومة البترول نزلت في كل البلدان الأحرار لا يحزنون لمثل هذا الإجراءات لأنه يعرفوا أنه فوطى عليها برلمان مزور حطها رئيس مزور حاكمتها حنوشة برتبة عصابة مرتزقة عايشين في جزائر بالقانون يعني يحكموا في القاضي ويحكموا في البروكيرور ويحكموا في الشرطة ويحكموا حتى في المسؤولين الكبار المدنيين هذه ما سيحصل في الشهور الجاية سيكون جزاء من رب العالمين لكل من زاد في حياة هذا العصابة وكيعود عندنا الأمل في رب العالمين
وقلنا أننا سننتصر بإذن الله رغم الكورونا التي حطوها باش يحطموا حراك الجزائر اللي رايح يقلب العالم رأسا على عقب. داروها ونجحوا فيها نسبيا، لكن يجي رب العالمين باش تنوض في أكبر قوة، اللي تدافع على القوة تاع الاستابليشمنت، اللي تدافع على قوة خلقت في العشريات الأخيرة باش تحكم في العالم بالمال. المعادلة اللي قلتها قبيل ما يفهمها إلا اللي عنده فكر، يعني انت يا ابو صبع زرق ما تحاولش تفهمها، يعني انت يا اللي تدافع على بو طبون ما تحاولش تفهمها. ضربوا يجيب لك ربي حادثة في أمريكا تجعل من أمريكا تحترق في عز الكورونا، تجعل من كل البلدان تخرج للشارع في عز الكورونا، يحرقوا في الشوارع، يحرقوا في سيارات الشرطة، والجزائري 57 سنة هو يتحقر، هو يتظلم، هو يتضرب، هو يعذب في مراكز عبلة. فخامة الشعب الجزائري ما زال ينادي بالسلمية ويقول لك عليه تقول فخامة الشعب الجزائري العظيم. تحية لفخامة الشعب الجزائري العظيم. ولما يخرجوا الناس في الكورونا، العالم بكل بدأ يخرج كورونا، مونريال خرجت في كورونا، خرجوا البارح في كورونا، الجزائريين ما يخرجوش في كورونا حتى يجي الوقت المحدد، حتى يزيد يجي يشوف بصبع أزرق الويل، يشوف الويلات من طرف هذه النوعية من الناس، يشوف الويلات ويبقى يدافع عليه، لأنكم ما تدافعون عليهم إلا كبرا من عند أنفسهم. كما ذاك اللي قال أنترك ما عبد آباؤنا، يعني في معنى الآية، يعني أنترك ما عبد آباؤنا ما عبد الأولون، يعني في معنى الآية، يعني ما الحفظ راح أخوتي الله غالب، يعني كبر برك نخلي وش دار والدينا، وش عبدوا والدينا، وين عتلهم في الطريق الصحيح، واحد ينعتلو في الطريق الصحيح، واحد يقول له نترك واش داروا والديا، واش عبدوا والديا. هكذاك انتوما وتشوفوا الويلات والويل من طرف هاد الناس. قانون المالية الجديد رايح يقعركم. ونعاود عمك عليها نقول ما نقولش يقعرنا، لاننا نعرف حنايا هادو 57 سنة وما يقعروا فينا بكل، لكن انتم خليتوهم يعيشوا باش وزادوا خرجوا عليكم. كانوا بكري يقولنا ايه انت مازلت من بالغولة، شفناها درك، كانوا بكري يقولوها لنا درك شفناها، شفنا ناس امنت بلي القبائل، مازال واحد يقول لك يا الزواف راحين يقسموا البلاد يا كذا، انتك تعطيه في ما يحصل، هو يكتب لك يجيب لك تصويرة تاع واحد هز درابو تاع الماك مع درابو تاع اسرائيل، يا وعندنا تصويرة تاع جيت صالح قاعد مع وزير الدفاع تاع اسرائيل اللي ولات تسمى اسرائيل عند الاخرى، احنا نقولوا لها الكيان الصهيوني، كانوا يقولوا لها الكيان الصهيوني ولات اسمها اسرائيل. هذه وش هي يا جماعة؟ رجعوا الفيديوهات الاولى في الحراك، كنت نقول لكم هذا النظام مش باش يبقى في النظام، باش يبقى يدافع على مصالح الشواكر نتاعو، مستعد انه يدخل لكم نتنياهو بالصباط في المسجد الاعظم، اقسم بالله يدخلوا في المسجد الاعظم. اسرائيل، كلمة اسرائيل اللي ولات تتعاود في الصحافة وكذا، ما هي الا مقدمة لما سيأتي، ورايح يبقى بصبع زرق. اذا هذه رسالة للاحرار، لا تنتظر شيء من بصبع زرق، كاين اللي راح يولي، لكن والله كبرا من عندي انفسهم راحين يبقاو يدافعوا عليه حتى يعودوا يكفروا على ربي، مش يجيبوا نتنياهو. اسمع ليا، في مصر السيسي كانوا يقولوا على مرسي او راح يبيع الاهرامات لقطر، صدقوهم. كانوا يقولوا دار علاقات مع اسرائيل، صدقوهم. لما جا السيسي باع لهم تيران وصنافير، خرجوا بصبع زرق وبما بينهم الصحافة المصرية
اللي دات عليها بزاف الصحافه الجزائريه القادره، اصبحوا يخرجوا ويقولوا صنافير وتيران ماشي تاعنا، ماشي تاعنا حق السعوديه، وهي ما شراتهمش السعوديه، شراهم الكيان الصهيوني. تيران وصنافير عندهم موقع استراتيجي، يعني اللي يحكموا حكم المضيق. باعوا لهم تيران وصنافير، خرجوا يدافعوا على قرار السيسي. لما خرج في الامم المتحده قاعد يقول نحن يجب ان نحمي الدوله الاسرائيليه من الارهاب الاسلامي. خرجوا يقولوا لا السكتمبريين البانديسيين غدوه كون يخرجوا ورايحين يخرجوا باش يبيعوا لفرنسا ويبيعوا كذا كما عملوا قبل. قبل واش داروا؟ على جال العهده الرابعه مدوا سوناطراك، مدوها لولد قدور المتهم في ذاك الوقت بالتجسس لدولة أجنبية. خرجوه من الحبس وعطاوه سوناطراك، المعادلة مع الأمريكان، يعني المعاملة مع الأمريكان صارت بهذا. وبن غبريط عطاوه التربية والتعليم لبن غبريط من أجل فرنسا، تربية وتعليم باش تبقى ديما أمهم. غدوة والله العلي العظيم قادرين يمنعوا الحجاب في الجزائر ويمنعوا النقاب في الجزائر على الجزائريات من أجل عيون من عم بالكم. علاش هذه هي حكاية السردوك؟ تعرفوا السردوك اللي يقاقي مع الفجر، جا ليه مولاه قال له شوف غدوة كون تقاقي الصبح قال له نذبحك. سكت في الفجر ما قاقاش، عجبته مول الشي قال لك خوفته شيكور ولا شيكور. جا ليه قال له شوف غدوة كون ما تقاقيش كي الجاجة نذبحك. كان يقول قو 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 ولا يقول باق 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 باق. خرج عليه اليوم الثالث قال له شوف غدوة كون ما تولدش عظمة قال له نذبحك. شاف مع روحه وقال ماشي يكون مت سردوك خيرا. هكذاك هاد النوعية جماعة هادو يوريكش الخطة اقسم بالله ينتفك كي الجاجة ويدير لك ولد عظمة يقول لك خليها عليا. مجرد ما نعطيك الخطة يتأقلموا معها ويسيبوا لك كونتر خطة وانتم ما تسرفقوا في هذا الوقت. الأحرار استرفقوا على أرواحكم والله العلي العظيم. فخامة الشعب الجزائري العظيم قرر وسيواصل. تعرفوا شنو هو؟ ما نخرجوش كي يخرج العالم يكسر ويدير، ان شاء الله نخرجوا في الوقت المناسب باش نزعزعوا الكراسي نتاعكم. هذه المره زعزعه لم يشهدها العالم من قبل، وسينجح الحراك الجزائري وسيغير مجرى العالم. والامور الربانيه اللي تلحق في بعضها حتى الاستابليشمنت ما يقدر الفوقاني. حان الوقت ورب العالمين سيشهد، سنشهد إن شاء الله هذا الواقعة سنشهدها. ما سيحصل في باقي الأيام أقسم بالله العلي العظيم. اسمعوا يا إخوة، الحقرة على إنسانيتك وضميرك وكل شيء ما تعادلها حتى حقرة. الناس اللي تدافع على أبو طبون هذوك يخرجوا يقفلوا الطريق على جال الكسرة وعلى جال الخبز وعلى جال الماء ما جاهش. بصح اللي ما عنده كرامة ما يقدر يدافع على الكرامة. إذن لا نحتاجكم، ما نحتاجكمش، نحتاج الأحقاء اللي عندهم حق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو يقول اللهم ارزقنا بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. عم بالكم شكون هو عمر بن هشام؟ وأبا جهل. وشاء رب العالمين أنه يكون عمر بن الخطاب لما عنده من التمرس، ما عنده من اللبابة،
عن باله باللي ويروح مع الحق حتى في وقت الجاهلية، لكن غالب 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 وبقى يقول دين أبائي. شوفوا عمر بن الخطاب في التاريخ وين هو، وشوفوا أبا جهل في التاريخ وين هو، يا باديسيين سكتمبريين. شوفوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شوفوا أبا جهل وين هو، شوفوا في التاريخ الإسلامي تاعنا وين هما هذ الاثنين، رغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه قال له يا رب أرزق الإسلام، يعني أرزقنا بأحد العمرين لما عندهم من الجلدة والصلابة وكذا، لكن شاء رب العالمين أن عمر بن الخطاب اللبابة نتاعو تسبق. إذن اللبابة نتاعك في الفهم الأمور، في فهم الحق، إذا سبقت هاي وين تولي، وإذا تأخرت هاي وين قادرة تولي. وبالصح نقول لكم أدعو رب العالمين أنه هاد الناس اللي رايحة بكل على اليسار أنها تجي مع الحق وتجي مع اليمين. سلام الأحرار على فخامة الشعب الجزائري العظيم، والله النصر قريب، والله النصر قريب، وانتظروني في قادم الأيام في سهرات حراكية مع إخوان حراكيين. سلام عليكم.